بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر جد الشكر الشيخ الحبيب سالم المشهور على هذا البحث القيم وعلى بيانه الواسع، وأشكره على تتبعه الدقيق وحرصه على وضع كل جزئية في موضعها، التنسيق الدقيق الذي حظي به هذا البحث، حيث عني بالنظر إلى مراتب التصوف إلى آخره. وقضية التصوف كما قال هي قضية شغلت الأمة الإسلامية واختلف فيها اختلافا كبيرا بين قائل بأن المتصوفة هم صفوة خلق الله تعالى في أرضه، وآخرين يعتبرونهم زنادقة. ومع الأسف الشديد هناك أحكام كانت يائرة، حتى أن إحدى المجلات التي تعنى بالدفاع عن الإسلام، وكانت بعنوان المجلة نفسها بعنوان التوحيد، ولكن جاء فيها مقال بعنوان الشبه بين الصوفية واليهودية والنصرانية، بهذا أذكر هكذا كان. ومقال آخر كان عتابا لشيخ الأزهر في ذلك الوقت عندما كان يقف ضد الشيوعية، قالوا من الغريب على شيخ الأزهر أن يفوته بأن الصوفية هي أخت الشيوعية. يعني كيف البون بين هذا الجانب المادي الجاف الذي يقطع الصلة بالله تعالى نهائيا، وبين الجانب الآخر الذي يفنى في ذات الحق؟ يعني نعم، الصوفية هي بدأت بالتزكية، والتزكية القرآن الكريم أشار إليها بل بيّن أهميتها، فالله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع يمتن بإرساله النبي صلى الله عليه وسلم مزكيا قبل أن يمتن بإرساله معلما. الله تعالى قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ذكر التعليم والكتاب والحكمة بعد ذكر التزكية. وكذلك يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ذكر التزكية في هذه الآيات الثلاث قبل أن يذكر. فالتزكية هي تطهير النفس، النفس بحاجة هي التطهير. بدأت الصوفية، ونحن إذا نظرنا إلى السلف الصالح الذين كانوا اشتهروا بأنهم أئمة الصوفية، نظرنا إلى السلف الصالح رحمهم الله الذين اشتهروا بهذا كالحسن البصري ورابع العدوية وغيرهما، وجدنا أن هؤلاء كانوا بعيدين عن الشطحات، إنما كانوا معنيين بالتزكية، كانوا يزكون الأنفس. على أن هناك الكثير ممن اشتهر بالتصوف أيضا اشتهر بالعمل بجانب التصوف، ما كان تخلي عن العمل. وكما تفضل الباحث الكريم بأن كل المذاهب اشتركت في هذا، التصوف ليس له مذهب بعينه، كل المذاهب اشتركت. نحن نجد الجماعة الذين يكفرون الصوفية ويحكمون على الصوفية بأنها ضرب من الشرك، يعممون هذا الحكم، لا يحصرون في القائلين بوحدة الوجود وحدهم، وإنما يعممون هذا الحكم على الجميع. هؤلاء يعني من أئمتهم؟ من أئمتهم للقيم، للقيم له كتاب مدارج السالكين. هل كتاب مدارج السالكين يفصل عن التصوف؟ مدارج السالكين نفس حجة للقائلين بالتصوف. فعلى أي حال هذا الجانب، يعني نعم لابد من تطهير الصوفية وتنقيتها من الدخيل عليها. تأثرت، ما في شك الصوفية تأثرت عقائد الهندوسية وغيرهم عندما احتكوا بهم وتأثروا بهم،
قضية وحدة الوجود جاءتهم من هناك. فالمفروض على الصوفية أنفسهم أن ينقوا هذه الصوفية من هذه الأمور، وأن يحرصوا على أن تكون صوفية مجردة من ذلك كله، وإنما هي تعنى بالتزكية، ولا يبالغ فيها حتى يوصف الإنسان بصفات الربوبية. لا يكون هناك تشبيه للخالق بالخلق، ولا تشبيه للخلق بالخالق، كما أن الله تعالى لا يجوز أن يشبه بخلقه، كذلك لا يشبه به أحد من خلق الله. تصريف الكون إنما هو لله تعالى وحده، لا يشارك الله تعالى أحد في تصريف الكون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فيعني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا تصل صوفية إلى حد أن يجعل للمخلوق ما لله تعالى، ما لله هو لله، وحدود المخلوق لا تتجاوز قدره، يظل المخلوق مخلوقا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوتي من منزلة رفيعة عند الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يخاطبه الله تعالى بقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا.